الحجاج وقال في يعني غرف عمليات متمركزة. خلونا نشوف تقرير عملوه زمايلنا عن الموضوع ده ونرجع نعلق مع حضراتكم. على بعد أمتار قليلة من الحرم المكي بأحد فنادق مكة، غرفة العمليات الرئيسية لبعثة حج القرعة، فيها ضباط وزارة الداخلية، كل له دور محدد مسبقا لخدمة الحجيج والتيسير عليهم. ترتبط بها غرفتي عمليات بالمدينة المنورة وجدة. عندنا ثلاث غرف في المملكة العربية السعودية، الغرفة الرئيسية اللي هي غرفة مكة، وبيتبعها غرفتين، غرفة في المدينة وغرفة في مطار جدة. الغرفة الرئيسية طبعا اللي حضراتكم متواجدين فيها هنا دي بتشمل متابعة الحج منذ وصوله لمطار القاهرة ومغادرة الطيارة ووصولها هنا لمطار المدينة أو مطار جدة، وتحملها في الحافلات لحين وصولها للفنادق بتاعة الإقامة. تتصدر غرفة العمليات هذه شاشة رئيسية عليها أرقام رحلات الطيران القادمة من مصر شبيهة بتلك الموجودة بالمطارات المصرية في تكامل إلكتروني مع الشركة الوطنية الناقلة للحجاج، إضافة إلى التكامل الإلكتروني مع وزارة الصحة لتوفير خدمة صحية لائقة للحجاج. قدرنا نعمل تطوير لمنظومة الحج الموحد التابعة لوزارة الداخلية بأن احنا تكاملنا مع شركة مصر للطيران، نقدر من خلال شركة مصر للطيران ده نعرف عدد الركاب اللي ركبوا الطيارة وموعد الإقلاع حتى وصولها، وبيبقى عاملين رابطينها على شاشة إلكترونية احنا بنتابعها من عندنا هنا من غرفة العمليات، بنقدر من خلالها ان احنا نوفر عدد الحافلات اللي هي هتستقل بالحج توديه محل اقامته. كذلك قدرنا نعمل تكامل الكتروني بيننا وبين وزاره الصحه، نقدر نتابع الحج قبل سفره ايه الاحتياجات الطبيه الخاصه بيه، سواء ادويه نقدر نوفرها عن خلال وزاره الصحه. اضافه الى استحداث تطبيق الكتروني يمكن من خلاله ارشاد الحاج الى مقر اقامته، بينما يتيح كارت التعارف للحاج الدخول لاي فندق بعثه مصريه، ويقوم ضباط الفندق بقراءة بياناته ومعرفة فندق إقامته، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم تسجيل حالات فقدان بين الحجيج حتى الآن. استحدثنا السنة دي التابلت وربطناه بمنظومة الحج، وده سهل علينا جدا في الوصول لأماكن إقامة الحجاج في مكة أو في المدينة أو في المشاعر، وده من خلال الباركود اللي بيبقى موجود على الكارت بتاع الحج اللي بيبقى لابسه، بقدر اتعرف من خلاله على المكان اقامته في مكه والمدينه او ارشده على اماكن فندق بالنسبه للحجاج التايهين. وكمان في برنامج استحدثناه جديد بحيث ان انا من خلاله اقدر اعرف الحاج على فندقه والاماكن المؤديه للحرم وفي الذهاب وفي العوده للتسهيل طبعا على الحجاج. على مدار الساعه يتابع الضباط والافراد هنا بغرفه العمليات الرئيسيه حاله الحجاج للوقوف على احتياجاتهم وتلبيه متطلباتهم، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والسلطات السعودية لضمان الراحة التامة للحجاج أثناء إقامتهم بالأراضي المقدسة.